مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وحنا اليوم امام قصة صادمة وغريبة ومؤلمة في نفس الوقت، بحيث هذه السيدة اللي قدامنا في العشرينيات من العمر ديالها، للاسف ولداتها الام ديالها في عمر ديال يومين رماتها، كانت غترميها كرم الله وجهكم يعني حدا واحد الحاوية ديال الازبال. تلاقت واحد السيدة، المهم تفاصيل غنعرفوها على لسان الابنة الضحية، رباتها واحد السيده دازت الاعوام، البنيته الحمد لله تزوجات دات وليداتها، قالت اجي نقلب على الام البيولوجيه ديالي، قلبات دات مجهود هي الزوج ديالها الله يجازيه بخير، بغات تصل الرحم، بغات تعرف على خوتها خوالها امها ما فيها عيب. لقاتها واخيرا انها مقيمه بديار ايطاليا، فرحوا ببعضياتهم داروا الذبيحه جاوا تلاقاو، ولكن هادشي كامل كان من مورا واحد العمليه اخرى ديال الغدر وديال الخيانه، وهو انها الابنه ديالها اللي رماتها في عمر ديال يومين دازت الاعوام ورجعات ونصبات عليها في الفلوس ديال في واحد الفلوس اللي القيمه ديالهم 5 مليون، والزوج غير تسلفهم باش عطاهم النسيبه ديالو. تفاصيل غنعرفوها على لسان الابنه اللي تكوات وهي صغيره ما عارفاش وما دارياش، ومني كبرات وقالت اجي نعانق الام ديالي البيولوجيه والله يجازي بخير الام ديالي، انا الام هي اللي ربات ماشي هي اللي ولدات. كتكوى مره اخرى، ولكن هاد الساعه تكوات وهي راشده وهي عارفه وهي واعيه وهي كبيره. نعرفوا التفاصيل هكا اختي مشاهدينا. الرقم درناه في اول تعليق بالنسبه للحقوقيين، المجتمع المدني، الجمعيات اللي بغى يتعاون مع هاد السيده باش ترجع ان شاء الله الحق ديالها من الام. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. القصه ديالك شويه يعني صعيبه، باش من الصغر وعاود مني كبرتي نفس الانسانه واللي هي الام ديالك انها كيف كنقولوا كتعطيك العصا جوج ديال المرات ماشي غير مره واحده. نعرفوا التفاصيل، عاودي لنا ملي كنتي صغيره شنو قالت لك الام اللي رباتك حتى اليوم حتى كيتنصب عليك في 5 مليون؟ اولا السلام عليكم. انا عمر الام اللي رباتني ما عمرها ما قالت لي انك بانك انت مربيه، كانت الام اللي ولداتني كانت عندها 15 عام وحملت علاقه غير شرعيه، ومنين ولداتني جات باش تلوحني في اعزكم الله في الازبال. هاد السيده اللي رباتني لقاتها بغات تلوحني، قالت لها لا ما تلوحيهاش عطيها ليا. قالت لها السيده بغيتيها خديها، قالت لها ما يمكنش ناخذها من عندك هكاك، هدي لي معايا نمشيو عند العدول نديرو لفيف عدلي، ياك بحال هكا كيقول لفيف عدلي يعني عقد. مشات السيده دارت مع لفيف عدلي ان عمرها ما ترجع، عمرها ما تسول عليا، عمرها ما تقلب عليا بالشهود بكلشي بكلشي، علاش لفيف الشهود اللي شاهد ان كان جندي يعني في 12 شاهد اللي شهد نعم بان معمر السيده ترجع لي. صافي معمرني نعم معمرها ما رجعت ليا حتى درت 6 سنين. هي كانت زوجت بواحد الايطالي محامي تما، وصافي منين دخلت تما وصلت لتما دلال الوريقات كلشي جات باش ديني. منين جات كانت في عمري 6 سنين اول مره يلا غندخل الابتدائي. صافي هي هذيك منين جات باش ديني ودعات للسيده اللي مربياني في المحكمه، وهذا بحكم ان السيده عندها داك لفيف عدلي ما ربحتش في القضيه ديالها. صافي مشات بحالها، يعني الام اللي تبناتك هي اللي ربحت في الاخر. هي اللي ربحت في الاخر. صافي مشات في حاله ما بقيتش شفتها، كانت تواصلت معايا شي مده ديال شي شهر بحال هكاك وما عمرها بقيت سمعتها. صافي انا نسيت، واخا تخربقت في دراستي وتخربقت مع الناس اللي مربيني وليت معاهم في مشاكل وكاك، صافي يعني بقاو محاربين معايا حتى تزوجت. الحمد لله بقاو حاضنينك حتى كبرتي. الحمد لله تزوجت درت وليداتي، عندي 3 ديال الوليدات الله يخليهم لك. امين خلي لك صحيحتك. صافي منين تزوج وهذا وبحكم ان الراجل ديالي متدين وهذا قال لك نقلبوا عليها نسولوا عليها يعني غير صله الرحيم الا كانت مزوجه الله يسهل عليها. وحتى انا كنقولها لك النهار الاول فاش هضرت معاك قلت لها انا اللي كنتي مزوجه ولا عندك حياتك اخرى انا ما غاديش نتدخل فيك وما نخسرش لك يعني العلاقه ديالك الله يسهل، انا بغيت غير منك نعرفك واش بعيشه ولا حيه ولا ميته. صافي قلت لي لا انا ما مزوجاش، انا عندك خوك صغر منك تلاقيته
ما تلاقيناش ديك الساعه، بقيتي كتقلبي في الفيس هكا ولا قلبنا لقيناها في الفيس وهذا وهضرنا تواصلنا، ولكن ما تلاقيناش ديك الساعه مده ديال شهرين تقريبا ياك، مده ديال شهرين عاد باش جات قالت لي ما يمكنش ليا خوك عنده المدرسه غير سالي المدرسه ديالو، تقريبا كانت ديك شهر واحد العطله ديال الربيع نزلات جات بكيتو في التليفون هذا راه حاجه عاديه هذيك. نعم. غادي تبكيو يعني ام ديالك ما شفتيهاش عندك 26 عام، دابا راه عندي 27، ما عمرك ما شفتيها راه غادي تبكي بزاف ديال الحوايج غيطرا. صافي يا ديك جبناها عندنا للدار، رحبنا بها، مشينا عند خوالي عند جداتي الاوروبيه، رحبوا بنا صراحه، غير هي ما ديك الفرحه ما كملاتش، الفرحه ما كملاتش، انا ما كنتش كنتظر منها، انا لا ليا انا تنقولها مسامحاك دنيا واخره، ولكن الزوج ديالي كيف كنقولها لي منك لي، حيت انا نهار الاول ما تسنطش ليا، قلت لي انا ما تيقاش فيها يعني ام، يلا تلاقيت معاه وهذا وكدير شي تصرفات انا ما تقتش فيها، قلت لي ما تعطيش الفلوس دابا انا ما تيقاش فيها. صافي قالت لي انا ما نقدرش نخلي بنتي في هذه العيشه ومساكنه مع دار ناسك وهذا، ما نخليكش في هذه العيشه وانا عايشه في ايطاليا وعندي جنسيه ايطاليه غنديك معايا. قلت لها انا باغا نعيش هنا، ما بغيتش نمشي لبرا، ما باغاش نمشي لبرا، قلت لها انا ما عندي ما ندير برا وما عمرني فكرت انني نمشي لبرا، قلت لها انا باغا نعيش في بلادي. قالت لي لا ما يمكنش، واش انا امك عندها جنسيه ايطاليانيه وتبقي نتيا هنايا، لا صايبي الوراق وهادي عندك انت وولدك الصغير الاولين عاد تجمع عائلي، عاد داك من بعد ديري انت تجمع عائلي مع الزوج ديالك ولادك، الزوج ديالي توا فلو ما كانش باغي، بقات كتهضر معاه هادشي باش رجعته انه يعني قنعاتو باش يبغي يمشي. صافي يا هذيك بدات كتقول يعني غتمشيو على اساس الوثائق ديالكم تجمع عائلي غتلتحقي بالام ديالك عادي. قالت لينا صافي صايبوا الوريقات ديالكم، صايبوا الباسبورات ديال الدراري، جلسوا الدراري المدرسه مع انه الدراري كيقراو بريفي وكنخلصوا تقريبا 3000 درهم عندنا في الشهر كنخلصوها، جوج وليدات وقالت لينا غتجلسوهم باش ما تقوش عليكم مصاريف ديال الوراق والمصاريف عاوتاني ديال الدراري. جلسوا الدراري جلسنا الدراري مده ديال عام، كان ديك الساعه يلا عندهم شنو كان لابتيت ولا غروند يعني باقي ما دخلوش في الرسمي يعني باقي غير بريسكول ولكن راه مهم يعني كيساعد مهم طبيعة الحال. صافي يا ديك جلسناهم وهذا وبقينا كنصيبوا الوراق، صيبنا باسبورات للدراري هما، صيبت الباسبور ديال ولادي بثلاثة وصيبت الباسبور ديالي انا، وراجلي قال لي غير سيروا غير نتوما تال من بعد انا عندي وريقاتي، عندي لاسينيسيس ديالي، عندي لا ميتويال ديالي، عندي الملك يعني نقدر انا نمشي لتما كاينه بلا ما نحتاج ليكم نتوما، سيروا غير نتوما. صافي صيبنا، راك عارفه داكشي ديال الترجمه ابوستيل داكشي فيه الفلوس تقريبا شي 10000 درهم وشي حاجه اللي خسرنا، هادشي غير الوثائق. صافي جات عاد زيد داك المصروف ملي كيكون عندك غير ضيف راه كتشوفي شحال ديال المصاريف كتخسري، جات كان ديك الساعه ما عندناش الطوموبيل، كرينا غير الطوموبيل وما كنخلو فين نديوها، مشينا عندهم العروبيه درنا واحد المناسبه ديال الطهاره لوليداتي بجوج، طهرتهم عندهم يعني داز داك الشيء زوين. قبل ما نمشيو للعروبيه قالت لراجلي، انا كنت في كوزينه كنسمع فيهم ونجي طريحت، قالت لي شوف المهم قالت لي شوف غادي رجاء انا دفعت واحد الوراق للكامونيه، انا ما عرفتش الكامون حتى من بعد عرفتها بانها مقاطعه ولا ما عرفتش عماله، قالت لي وجات عندي مساعده اجتماعيه وبما ان عندي الدار صغيره ما يمكنش البنتي ولد بنتي غيجيو يجلسوا معايا، خصني اوبليجي نكري لهم، والكره في ايطاليا غالي باش السيده اللي غتكري لهم تعطيها الوثائق بانها راه كاريه وهذا باش نصيب لها كارت سيجور هنايا باش نقاد لها وريقاتها، دونك كاين واحد المصاريف وانا دوك الحاج يلا كيقدني فلوسي انا يلا كيقدوني انا وولدي. قال لها راجلي ماشي مشكل شحال غيخصك؟ قالت لي انا بغيت 5 مليون، حنا عندنا 3 مليون وكنا مشات هذيك المليون ديال الوراق بقاو 2 مليون ومشى هز عطيني داك الرولفي مشى هز داك 3 مليون غير من لابونك، هز 3 مليون تسلفها الريبه. صافي جا عطاهم لهنا قدامي بينو وبينها، عطاها الفلوس قبل ما نمشيو هادشي للعروبيه نديرو المناسبه ديال الولاد، شدات الفلوس مشينا للعروبيه دازت يومين مشينا 5 مليون قدامي غير تسلفهم مسكين غير تسلفهم غير الريبه، هادشي نشد بيه غدا امام الله، ها هما الفلوس ديال لابونك لا رولفي ها هو فيه 30000 درهم غير خليتي تنصورو اياه
صافي شدات الفلوس، داس يومين مشينا العربيه، داس ديك المناسبه على خير وبخير. عطاها في الاول شحال؟ 30,000 درهم؟ لا 30,000 درهم هزها من لابونك كريدي. حنا كانت عندنا 3 وخسرنا 10,000 درهم في الوراق، بقات عندنا 2 زائد 3 هي 5 المليون. هي قالت لك 5 المليون يلاه تقدها تما في الوراق وتقدها في الكراو باش نفرش ليها وباش تكون مزيان تما. ما يمكنش انا قالت لك انا مصروف يومي ماشي مشكل، ولكن نسبة الكرا وباش غادي تفرش وهذا ما يمكنش انا غنحيد فراش من داري ندير تما، يعني فهمتي خصها بزاف المصاريف. اجلي ما ترددش قال لها واخا، مشات تسلف 3 المليون وجوج المليون وعطاهم لها، داز يومي مشينا العربيه داز داكشي مزيان. رجعنا هنايا صافي عادي، صايبت شي وثائق دياولها وداكشي صايباتهم، مشى وسط الهراجي للمطار. وصلها المطار مشات قال لي منين سولت راجل حيت قالت لنا ما تمشوش معايا بلا ما نبرزكم، انا غادا مع 4 الصباح يعني بقاو ناعسين نتسالموا هادو بلا ما تمشي معايا. قلنا صافي فيقاتنا سلمنا عليها وهذا ومشات. كنسمني نجا راجلي من المطار راجع قلت لي كيفاش الاجواء، يعني كيفاش مشيتو وصلتو في الطون؟ عارفه اي مره غادي تسول راجلك كيفاش دازت واش مشات فرحانه؟ هذا قال لي لا مشات بخير وعجب الحال وتسالمت انا وياها ومشات. مني مشات كنتسنى السيده، يعني قلت انا ديك مشات بالليل حتى الغد ليه في العشيه، في الصباح غادي نعيط لها نسولها. كنتسنى هي تعيط ما عيطاتش، عيطت انا الو ماما كي دايره لبس عليك وصلت بخير ولا خير؟ ويجب ليا مزيان بحال هكا الحمد لله نقف. وهي تقول لي وشكرا على الضيافه ديال الزبل اللي ضايفتيني. قلت لها علاش انا ما دابا بحال تعاود نفس هذاك السيناريو قدامي. تصدمت قلت لها علاش شنو درنا لك؟ وهي تقول لي هذيك دار هذيك جبتيني ليها، هذيك دار جبتيني ليها ودابا دخلتي انت راك شفتي كلشي على عيني. هذيك دار ومع ذلك كانت بوحدها، حنا كنا لهي وهي كانت بوحدها هنايا. هذيك دار قالت لي جبتيني ليها. قلت لها واخا الله يرحم والديك الله يخلف عليك، اما ما غاديش زعما ما غاديش ندي عليك، يعني قولي اللي بغيتي. صافي دازت هذيك لابيل بلوكات، بلوكاتني انا، بلوكات الزوج ديالي، بلوكات عدوستي، بلوكات لوسي حيت كلهم كانت كتواصل معاهم، بلوكات كلشي. منين نط انا كنعيط لهاد خوها اللي مسانده في اي حاجه، كنهضر مع هذا ويقول لي ما كنعرفكم ما كنعرفوكمش نتوما نصابه يدي وهاد السميه والكنيه وهاد الشيء كامل وهاد الشباب وهاد الشيء ما حنا نصابه. قال لي لا نتوما عائلتنا بنت اختي ولكن نتوما نصابه. قولي فاش نصبنا عليك؟ منين عيطت لخوالي كاملين قال لي هذيك هي عادتها وهذيك هي الطريقه ديالها باش كتنصب على الضحايا ديالها، وراه ماشي انت الاولى بنتي وسيري تجهل القانون. انا قلت لهم ما غاديش نتجاهل القانون، انا نعطي نتوما خوتها غتهضروا معاها غنعطيها مهله ديال عام. هاد السيده الا ما رجعتش ليا رزقي غادي ندير شكايه للوكيل الملك وغادي نتابعها قانونيا. قال لي قالوا نادو خوالي قالوا يا صافي، قال لي حيت ماشي عادت السيده الاصل ديالها كتجيب الرجاله من هنا من المغرب وكتطلعهم من ايطاليا وكتاخذ من عندهم الفلوس ومن كتوصلهم لايطاليا وتشي بدليل، ولا كان شي يدوز تسمعك الاوديوات ديال كل راجل تسمعي شنو كيقول لك كيهضروا معايا حيت تواصلت معاهم جوج هما تواصلت معاهم وقالوا لي راه شفت انت بنتك وشنو دارت كما حنا كنت قالت لك ملي كتوصلهم تما وكتضرب معاهم واحد الفتره ديال شهر ولا شهرين كتقول لهم تمشي تدعيهم عند البوليس كتقول لهم بغاو يغتصبوني وكتحط بوطه كتقول لهم بغاو يحرقوني بغاو يقتلني انا وولدي التونسي هذيك بابا خويا انا اللي من ماما هذاك دارت لي ريفولي من ايطاليا لتونس رجع بحالاته قالت لي راه مافيوزي كيبيع داك الممنوعات وداك الشيء عندي في داري رجعاته واحد الدري من اكادير كنتمنى الا كان كيشوفني حتى هو يا دابا راه وقيلا طلقوا على ما اظن كانت طلقها وقيلا غير هذا العام حتى هو يا دارت ليه نفس هو اللي قالت لهم بغى يحرقني وبغى يدير. المهم بقى معاه لمده ديال 4 سنين في المشاكل وقيلا هي هذا العام اللي طلقها وصافي بركاني هذا البركاني اللي تزوجات به واللي عاون هذاك خوها عليه هي باقا مزوجه بالدري اللي في اكادير في الطاليان وفي اكادير باقا مجوجه باقي عندها لاكت
وجابت هاد البركاني ودارت اشهار بالزواج في دارهم في خميس بلا عقد. دارت بحال الزواج ديال البنت بلا عقد. بلا عقد حتى هو كتسنى امتى غيجبد الفلوس يعطيهم لا باش يمشيو. وقال جبد عطاها عطاها الذهب شرا ليها الذهب هذاك شي 1.5 مليون هذاك شرا ليها الذهب وقال لها تنمشيو لايطاليا ونعطيك الفلوس صافي. منين ما عطاهاش وداك الشيء دارت عليه حتى هو طفات. وهذا منين تواصلنا معاه قال لك انا دعيتها الله ما عندي من تبع فانا دعيت الله برك هذيك الحاله اللي عايشه فيها صافي. يعني ما بغاش يتابع المسطره القانونيه. دابا هاد السيده ملي تنطالبها بالفلوس ديال الزوج ديالي ولا الزوج ديالي اي نمره كنعيطوا لها منا كتسبنا وكتبلوكينا. انا ما عرفتش انا عطيتها مهله ديال عام قلت للام ديالي تقدر الضمير ديالها ان يأنبها ان تقول هذيك راه بنتي حشومه وهذاك راه نسيبي وهذاك راه حضن بنتي. وكانوا شي واحد اخر يتكرفس عليها يقول لها امك دات لي رزقي امك فعلت لي امك نعم. مع كامل ان ولد الناس ما فكرش بهذاك التفكير. قال لك في الاول كيقول لك صافي انا مسامح ولكن من بعد بحال ملي دخلت معاها الطريطه وكيخلصها كل شهر شي 1500 درهم لا 1000 درهم 1000 درهم كيخلصها كل شهر ماشي ساهل. عاد تزيد المدرسه عاد تزيد المصروف عاد تزيد راكي عارفه الحياه اليوميه والمعيشه اليوميه كيفاش دايره. ماما هاد السيده رافضه بتاتا انها تعطينا الفلوس ما عطيتونيش وما كنعرفكش ماشي بنتي كلشي جمعت كلشي بنكره ماشي بنتي مع اني عندي الاسم والكنيه ديالها وحامله الاسم ديالها والكنيه ديالها والسميه ديالها ودير لك وكاله بعدا هنا شنو وكاله بالتصرف في في, في الاملاك جميع الاملاك ديالها ماشي في البيع غير في الادارات وداك الشيء ماشي لا ماشي مع وكاله مفوضه ماشي ديال غير انا كيتصرف فيه تحت قيام مفوضه هنا مع استمرار. انا موقع اسفله السيده قبل ما تقول لا قبل ما نقول اسماء لا غير تمثيله ده جميع الادارات العموميه والشبه العموميه والخاصه ودتائر المحاكم المغربيه مختلف انواع درجتها اشاف المسطره القانونيه وداك الشيء ماشي في البيع والشراء. يعني السيده ملي ما كتعرفينيش وانا ماشي بنتك علاش ديري لي هاد الوكاله كتثبت بان الام ديالي هذه النسخه من الحاله المدنيه ديالي بان الاسم ديال الام لحقاش فاش كانت بناتك ديك السيده دخلتك بالاسم ديال الام ديالها حيت هي حطت سميتها وكنيتها وداك الشيء نعم يعني هذا ديال الارشيف بلا ما نبينوه هو فيه الاسم ديال الام ديالك فيه كلشي فيه كلشي يعني انت الام ها هو كاينه الكنيه كاينه السميه اللي كنشوفو كاين كلشي كلشي لا كاتني الصوره ديالي فيها سميه يعني الجدر فيه السميه ديال الام الحقيقيه ديالك اللي هي اللي نصبات عليك اليوم دابا هاد السيده انا كنطالب من الناس المسؤولين والجمعيات الله يجازيكم بخير. انا ما بغيتش مساعدات ما بغيتش شي واحد يعطيني فلوس انا محتاجاش فلوس ما محتاجه حتى شي حاجه. انا بغيت غير هاد السيده ترجع لي الرزق اللي انا كنجمع فيه غير باش ندفع في دار نسكن انا وليداتي حيت ساكنه غير في دار راجلي مع عائله راجلي يعني شحال قدي وعندي ثلاثه الوليدات والوليد الكبير بدا كيكبر يعني خصو بلاصته بوحدو خصو بزاف المسائل بوحدو. هاد السيده جات مثلت واحد الدور ديال الام حنينه والام كتعطف والام بزاف ديال الحوايج والام ندمات ورجعات وهذا بزاف في الاخر دات ليا 5 مليون ومشات. انا شي كنت داتها ليا انا نسامح فيها قسم بالله نسامح لها. انا كنقولها لا كنقول انا علاش حيت ربي كينتقم منك اصلا. انسان اللي ما تينعس وتيشرب التقاطر باش كينعس راه كافر هذاك الشيء راه كافر. ان انسان الله كيعاقبك بالنعاس نعاس ما كتشوفيش الا ما درتيش واحد التقطيره باش تنعس. انا كنقول لها من هذا المنبر انا مسامحك دنيا واخره ولكن الا سمح لك الله حتى انا نسمح لك. الا ما سمح لك سيدي ربي انا عمري نسمح لك. ماشي غير في هذا النصب راه في حياتك كامله انا كنهضر على كل شيء. يعني السيده مني شفتها ولقيتها قلت الله لقيت صدر حنين لقيت ام ما لقيتش نتعير بانني انا حراميه ما بقيتش نتعير بزاف ديال الحوايج. ومع ذلك سكت وصبرت وخدت الفلوس وسمعت من موراها ماشي من عند الزوج ديالي من عائلته وهذا سمعت الهضره وهذا وهزيتها. دابا هاد السيده انا ملي نهضر معاها كتسبني السب يعني من الحزام لتحت بحال كتهضر مع شي صاحبتها ولا كتعاير مع شي صاحبتها. انا ما غاديش ننزل مع الام ديالي ديك المستوى. ملي كتسالي انا كنقولها غير الله يهديك. ملي كتسالي كتبلوكينا كتقولي ما كنعرفكش. هذيك البنت اللي ولدت في ديك الزمان ماتت ومع العلم انهم هادي عندهم سلاله هاد ديال اللحان سلاله. انا الجده ديالي جداتي اللي هي امها حيت انا جدي كان في العسكر كان جندي
وكان راك عارفه الناس ديال العسكر ماشي يجلسوش في مع الازواج ديالهم، كيجيو غير مره في العام. اوكي، السيده جداتي حملات ومن شي واحد حدام تما كاينه في الدوار حملات، ومنين عرفت جدي غادي يجي هي وخالي اللي دابا برئات ومن سميتو ضربت الحبسيه بوحدها، لحت هذاك البيبي، لحته في المطموره ولحت عليه، لحت عليه التراب ولحت عليه الحجر، هزمات عليه. حتى كاينه شي مره كانت كطل وشفتو من السطح فاش لاحوه، ومني ولاو كيدوزو الناس من تما كيشموا الريحه. منين عيطوا للجندارم قالت لهم انا اللي لحته وهي راه لحته هي وولدها. شحال دوزات فيها؟ 25 سنه. ومنين خرجات حيت ولدها بحال كيف كلا على داك الصهد اللي كان جايها وداك الشيء، وهي نقداتو باش ما يمشيش للحبس، شدات كاع الاملاك ديالها وكتباتهم لداك الولد بوحدو، مع ان عندي خوالي ما شاء الله كلهم يعني ما محتاجينش، ولكن ما يمكنش الام غادي تنوض وتكتب كل شيء لواحد، ما يمكنش. نعم. خاص كل واحد كتبي ليه نصيب، ناضت كل شيء كتبات ليه داك الشيء كامل اللي كانت الاملاك ديالها انا ما عنديش دخل فيه، كتباتو الولد ديالها. دابا داك الولد ديالها معني بزاف، وكيف كنقولوا حيت اختو كتصيفط ليه وكتعطيه الفلوس ومهر ليا فيه وما كتخلي ما دير عليه، جاي في الجنب ديالها، ما مخليش ليا انا شي فجي، وانني ندخل وندير غير واحد محاوله ديال الصلح، يعني ما مخلينيش، كيعارضني كيهددني بزاف، يعني الله يجعلني نقول لي غير نعيط لك. كنت في شي مناسبات كنت باقا شويه حمقه، باقا ما سراتش معايا بحال دابا، كنعيط لك نقول لي الو خالي بواحد الكلام كيعاني كيسبني، لا حول ولا قوه الا بالله، وكنقطع. راك سمعتي قبيله الاوديو ديال خالي الاخر؟ سمعتي المكالمه اللي دازت بينه وبينه على اختو؟ قال لك انا ما عنديش اشكال تابعيها قانونيا، ماشي غير اليوم ولا غير انتي ولا بزاف ديال الناس كتنصب عليهم، ودابا حاليا كاينه في خميس زمامره وجايبه معها كونطرات، مع العلم السيده انها ما خداماش في ايطاليا غير شمور، كتجيب كونطرات مزورين وكتبيعهم للناس، راكي عارفه الناس ديال الباديه كل اللي ما واعيش مع انا ما كان غير واحد الفئه، انا ما كنقولش كلشي، كل اللي ما واعيش، كل اللي ما قاريش، كل اللي ما عارفش، كتبيع لي كونطرا بجوج المليون ملي كتسالي كتزيد في حالاتها، ومني كيجي شي واحد يهضر كيخرج داك خوها اللي مسانده ليه كيحامي عليها. اليوم انت بغيتي الحق ديالك بالقانون، درتي شكايه عند وكيل المال؟ درت شكايه هاي عندي. امتى درتيها؟ امتى درناها؟ حيت انا عطيتها مهله ديال العام، داز العام وفي نفس باقي نفس الهضره، باقي نفس الهضره كتكرر. درت شكايه عند وكيل الملك هاي. نعم، غادي نمشي غدا ان شاء الله باش انني يدير فيها الطابع، وهذا حيت دابا ما بقاوش الشكايه كتدخليها تحتها، ولاش كتصيفط في الفاكس. نعم. وعاد يلا درتيها غير في لو 27 حيت انا قلت لك عطيتها مهله ديال العام، منين دابا انني عرفتها كاينه عاد باش درت هاد الشكايه، حيت ما يمكنش لي انا ندعيها وهي في ايطاليا. نعم. خصها تكون هنا عاد باش ندعيها. دابا هي حاليا كاينه في خميس زمامره، درت شكايه ديالي، ماشي ديتها ديالي، دار شكايه الزوج ديالي وانا اللي ديتها، انا اللي قديت المسائل. دابا انا كنطالب من الناس المسؤولين، من السي الحموشي، كنطالب من جلاله الملك الله ينصرو والله يحفظو لينا، وكنطلب من الناس المسؤولين انه انا ما بغيتش فلوس، ما بغيتش شي واحد يعطيني فلوس، ما محتاجاش، ما عنديش وما خاصنيش، وما كان ما بغيت حتى شي حاجه ديال الفلوس. انا اللي كيعرف شي حاجه في هذا الشيء ديال القانون يساعدني. هاد السيده هادي تعدات وطغات عليا بزاف وحقروا عليا بزاف، فين ما كنجيو نهضروا كيهدوني انني غيقتلوا لي ولادي، ان غيقتلوا لي راجلي، ان حيت كيقول لك راجل كان حنا عارفين وكيسوق الطوموبيل نديروا لي كسيده، عنده بزاف ديال المسائل. انا كنطالب منكم انكم تساعدوني في شي حاجه هكا ديال القانون، انا ما بغيتش فلوس، ما بغيتش شي واحد يعطيني الفلوس، ما محتاجاش الفلوس، عايشه بخير الحمد لله. انا كنطلب هاد السيده تاخذ الجزاء ديالها، يا اما يرجعوا لي فلوسي يا اما تحاكم تحاسب على هادشي اللي دارت. ونتمنوا النداء يوصل. اذا فيك كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، 20 هي عانات لا في الصغر ديالها في الحرمان ديالها من الام ديالها اللي هي اللي تخلات، الام اللي تخلات عليها وفي عمرها يلاه يومين، دارت مني وصلات تبارك الله عروس وتزوجات ولدات، لقات بالام البيولوجيه ونصبات عليها ثاني في 5 مليون. هاد السيده ما كطالب حتى شي حاجه، قالت لك انا اللي سمح ليها ربي انا مسامحه ليها، ولكن هذوك الفلوس ديال الزوج ديالي واخدهم هي كريدي ومازال كيخلص في لي تريت، بغات غير
خمسة المليون اللي خرجوا من عند راجلها اللي دمها بغاتهم يرجعوا ليه بالقانون. كانت هاد السيدة كيف كنقولوا عرفات بينها وبين الله وعرفات بالخطأ ترجعهم ليهم، ما عرفاتش راه داير السيدة دابا شكاية لبنيتها، الزوج ديال الابنة راه داير شكاية عند وكيل الملك، كيتمنى هو نداء واحد ونداء لهاد العائلة كامل، كيقول لك حنا كنتمناو القانون ينصفنا، القانون يوقف معنا، بغينا ناس حقوقيين اللي يوقفوا معنا، حنا ما كنعرفوش المحاكم، حنا مازالين صغار ما عمرنا وصلنا للمحاكم، حدنا الكوميسارية فاش كيصوبوا لي كارت ناسيونال وصافي. فبالتالي بغاو اللي يوقف معاهم، ما بغاو فلوس يشدوهم في يديهم، ولكن بغاو غير اللي يوريهم الطريق كيفاش انهم ياخذوا الحق ديالهم من هاد السيده اللي هي الام البيولوجيه ديال الانسانه اللي تنصب عليها الشكايه، مضمون ديالها النصب والاحتيال. نتمنى النداء يكون يوصل مشاهدينا، والرقم الهاتف اللي بغى يتصل بهذه الاسره كاين في اول تعليق. دمتم في امان الله، الى اللقاء.